ثلاثة حضر فرقدوا حضر لنا على يدو منظر كل شيء وين ما قربوه يا يوجد شغله يا أهل الله وين هما أهل التسريب ما دل طلق قوي وضعيف قل من رواح حلو قدره يا أهل الله وين أهل الله بجنونا وشرق وجوه وطفلا منهم مولى يعوض الله أبي حزني صدق يا أهل الله وين سلطان الأولياء معمر كل دنيا بكل عدا سحب يا أهل الله وين هما تبكاك العرب على مرتيع القطا مدهت لي والجنوب معادة فرصة وين من بيه ويستوصى من بالوسخ انخل عقله يا أهل سبعات ورجال عادوا عاد الوفا والكمال يوعدهم قبل الميداد يجبروا كسروا ويطبوا يا أهل الله حم المعلوم المجاهد ورجال الروم وين من هزمه جيش الروم بسيوف الدين وصانوه يا أهل الله
عزرك حل فكات الحيدر لا تضموش يستهزا حشت اللي هو طلبه يا ورخيص في
رات راقو قسمو عندهم نحو مية وليك يظهر للناس وش يعرفون وين الهواري المذكور يا شايع صحراء وبحور على ولادو يلقى في البور هكذا قالوا اللي شافوه وين الوطن ما كره تمي سوسيد وهضره مستغان مقريات اخرى الواد المضمر وهلو حمد بن يوسف والزكار وبن يطلب وين بدوغ لفوعك واعتق جميع اللي ظلموا وين صاحب الحكمة والبركة بجا السلطان اشتكى يرغب الله يرفع ضره سوق عامر في كل الاوان رجال وجمع النسوان اتعلمي مول البرهان ورد لا يذبحوا
العالم بدون سبال الدراوش في الخروبات من تمال يايمام رجال الطاعة سوق عامر ليل وجمعة تعد من داره دخلوا وين هو سيد المنصور يا شريف الحسن المبرور نعظم عنده الجمهور يغنم الصغنى صغرور وين هلت نسوم دوا والشرشال ومغراوة والجيجل ونسواوة والكل قبيل ونسواوة والجهاي مناوي طار منهم أنا عقلي طار الهوى ودليلي تدار وين القسنطيناوي سيدي سليمان وبدر الدين والعروسي وهل الوطنين وجريدي ناس وطعنون أكثر منهم ولا أقل كل واحد باسمه لدمه وين هل الزيبان وصار والكل قبيل وبطرار والعنابة وهل الكاب وهل تونس وما المفضل ابن يونس وين بهم يستأنس خاطري ودليلي زلون وين سيدي علي الحطاب صاحب الدرقة والنشاب والعرب من الباب الباب كل واحد بسمون كل منهم الخير الجيد بين القطابة يا زين الموحد لله أمره ومسلم البخاري كل منهم عالم قاري في أيوب الأمصاري فوق الماء بثبات وين هل الطير والحشيان منهم عدد سيلان حصور منهم سيادي الأنصار والمهاجرين الأبرار وين بوبكر وعمر وين عثمان ومن خلدون البدر وجميع الغزوات وين هم أصحاب البيعات مرضوا بالحق ونصروا بهم الصمت سيدي
رسول الله يوقف عليا يوم راه كل منا من شاهد بها البديع الفايت حزنه. يا رسول الله ما نتكلم وقف النيران جهنم حسب هرير وما يعظم حين يسفر يقوى بردوم. سيب راغب مولاه يا رحيم ارحم رباه يا كريم ارحم رباه ارحم جميع اللي رحموه. تنقلي وفى بركه بن سيب راغب مولاه يا كريم ارحم رباه ارحم جميع اللي رحموه. ما يشالي في يوم الحرمين كلمه راكب على شنوي مهدوم من خيل الصحراء ما يعيط من غير هوا رغب عنه يتكلم غير من شعلة نار الزين في قلبه جمرة أو غالي عواد بنات غيب نظاري ظلم هيكدوه بنات الغيوان الفرصات الكبرى. أبو غني عواد بنات خيب الظالم هيكدوه بنات الغيوان الفرصات الكبرى ما يخرب ديوان العاشقين لا العوارف كيف خربت عقلي بجمال هذه الزراعه. مشيت قاوي بجمار ونطيب في ضميري نكتب ثبت هلاكي يوم لقيت نزلت العفره جاياكي في جماليك بحكام ويحكم تابعين خلاف وبشرات فيا ذو زهر حين شفت فيا وبقيت غير مخلوح نخمم سبت لاكي يوم لقيت نشلات العفرا. يا خافي من ربي ما جيا بالشبار دقف كل من صادقتي ينقص عمره لا يبرق أجادك على خدك كنه ورد بالسيف عود الله ما رجع الجديد في خدك يورا. ياك عدل الزيني بيديه بالباطل يحكم بعد ما يحكم بالديان ويزيل الهجره جاوبتني درت لبها وقالت لي يا المغشم راه الغشيم بحالك في بلادنا مالو حضره ما عرفتي شي اول بالحكام ما جيت الصدر صاحب الخفة راه يطيح في بول البقرة. يا كان بسلامة خاوتي وأهلي والعم كل طايق كل طايق منهم يلقى من صنفك عشرة عشرة من لا يتزهى معاك فرصات من عم
داول تجري دميان وخصانها خضراء. قلت ليها ما نعرف في بلادكم وين زدت غير وعد الله لقاني معاك كاسب الخضراء. قلت لي يا ما نعرف في بلادكم ما ينزل غير وعد الله لقاني معاك أسد الضفرة. يا خافي من ربي ما جاب الشفار بالسن ونزاد في القاس عمره لا يبرع. بعد الغصام تعادلنا وجات عندي للمصام راح قال المغراوي ترايا على الباب الشعراء. هكذا تقولوا للداعي للعاغير يسلم اشفيت البروالي شاب احسن كل فجرة ما يجالي يوم الحرب غير من كلمة راكب على شلمي مقدوم من خيم الصحراء. يا مبارا نعشقه يا لا 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 وعلى
Thank you.